مهم جدا ان احنا واحنا بنقول احنا في الابعاد اللي احنا قلنا ملتزمين بيها الاجنده، البعد الاقتصادي والاجتماعي هو بعد اصيل، لان احنا مصر ملتزمه بالحق في التنميه كحق اصيل من حقوق الانسان، وبالتالي تحقيق الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه ده جزء مهم جدا من تحقيق الخطط التنمويه. عشان كده واحنا بنتكلم على الابعاد الاقتصاديه والاجتماعيه نتكلم على الحمايه الاجتماعيه بمفهومها الشامل، نتكلم على تحقيق توفير صحه، تعليم، مستوى دخل وتوظف، تحسين البنية التحتية، كفاءة المؤسسات والجهاز الإداري، وتحسين مستوى الخدمات الجماهيرية، والاستثمار في العنصر البشري. عشان كده عشان نحقق كل هذه الأهداف ونحقق جودة حياة للمواطنين كان لابد في هذه الفترة وبعد اللي دولة الرئيس عرضه من الموقف اللي كان قبل 2014 ان احنا نكثف الاستثمارات العامة. الاستثمارات العامة زادت من 110 مليار جنيه في 2013-2014 الى 1,050,000,000,000 جنيه هذا العام. مش بس كده، احنا ايضا الاستثمارات على المستوى المحلي، يعني الخدمات اللي اهلنا في على مستوى المحليات بيحصلوا عليها زادت من 8.2 مليار الى 38 مليار في الخطه الاخيره هذا العام. وعايزه ادي حضراتكم مثال على ازاي احنا ملتزمين بتحقيق هذه الاهداف. احنا عندنا في رؤيه مصر 2030 الهدف الاساسي مثلا في التعليم الاتاحه والتنافسيه. فاحنا في التعليم الجامعي احنا محققين الحمد لله الإتاحة عن طريق ان احنا وفرنا 103 جامعة، ووفرنا جامعة حكومية على مستوى كل محافظة، وبالتالي احنا محققين الإتاحة وبنصل او بنعمل على تحقيق التنافسية وفقا لرؤية مصر 2030. لكن على مستوى التعليم قبل الجامعي، على الرغم الاستثمار الكبير اللي تم خلال السنين الماضية على انشاء 120 ألف فصل يستوعب 4.8، طبعا حاولنا ان احنا نحقق او حققنا رؤيه مصر 2030 ورؤيه الدوله في تحقيق العداله المكانيه. 35% من الاستثمارات دي راحت لمحافظات الصعيد. عندي 160 الف طالب كان في قراهم ومراكزهم ما عندهمش فصول، حققنا 3478 فصل، وبالتالي قدرنا نحقق الإتاحة الجزئية. لم نستطع حتى الان ان احنا نصل الى الرؤيه مستهدفه اللي هو 35 طفل في الفصل نتيجة الزيادة السكانية، ولكن ده هيتم زي ما حضرتك اتفضلت في جلسة التعليم بمشاركة القطاع الخاص، لأن ده محتاج حجم كبير جدا من الاستثمارات، حوالي بنتكلم على لا يقل عن 460 مليار جنيه بفرض زيادة التضخم فقط 10% خلال الأعوام الماضية القادمة. أنا أسف. رؤية مصر 2030 هي المشروع التنموي الأكبر على مستوى العالم، وهو بيهدف إلى توطين أهداف التنمية المستدامة. إحنا في كوب 27 نتيجة النجاح الكبير برنامج حياة كريمة أطلقنا حياة كريمة في أفريقيا صامدة من أجل التغيرات المناخية، عشان نقدر إن إحنا أيضا مع الدول الأفريقية يبقى حياة كريمة مثال يحتذى به على مستوى القارة الأفريقية. لأول مرة في مصر بيتم وضع حد أدنى لأجور القطاع الخاص. أنا عارفة أنه مش كفاية، ولكن لأول مرة بيحصل أن القطاع الخاص والمجتمع المدني واتحادات العمال واتحاد القطاع الخاص بيقعد مع الحكومة على طاولة مفاوضات ونضع حد أدنى لأجور القطاع الخاص حماية لعمالنا، ولكن أيضاً ده فيه توازن كبير جداً، توازن بين الحفاظ على المؤسسات، الحفاظ على العمالة، وحماية حقوق العمالة. وبالتالي أنا بشكر الحقيقة على ساعة صدر الاتحادات القطاع الخاص من غرف تجارية وصناعات واتحاد العمال حقيقة على المفاوضات الجادة والأمينة اللي تمت في هذا المجال.